في رايي ان ان الدول العربيه المفيده الدول العربيه المفيده او الفاعله سواء المملكه العربيه السعوديه او جمهوريه مصر العربيه او الاشقاء في دوله الامارات العربيه ارى انهم اداروا ازمتهم مع تركيا بطريقه منظمه جدا تمكنوا من خلالها من رسم موقف عربي واضح ان كان الزميل يقول ان الموقف العربي مفتت او يعني انفردت تركيا بعدد من الدول العربيه هذا ربما اتوافق معه لكن الموقف العربي القوي كان واضحا من خلال الدول العربيه الثلاثه التي رسمت مسار التعامل مع تركيا في ثلاث مسارات في رأي أنه تم إنجاز المسار التركي الإماراتي أو الإماراتي التركي اليوم أيضا بعد أن قطعت تركيا مع الأشقاء في مصر شوط كبير في تقريب وجهات النظر وازاله بعض الماخذ المصريه والعربيه على الاخوه في تركيا في اعتقادي ايضا ان المسار المصري التركي كاد يكون ان فتحه وربما يؤهل للانطلاق من جديد ماراثون مشوار سياسي لاعاده العلاقات اعتقد ان طيب استاذ مبارك يعني ساسال هذا الموضوع السردين المصري لسعاده السفير حسين هرادي بعد قليل في القاهره لكن عندما تحدث دكتور سمير صالحه عندما تحدث دكتور سمير صالحه انه ليس هناك لم يشعر ان هناك حماس هل هذا يعني انه فعلا الرياض وابو ظبي ما زالتا لا تثقان بالحكم فيه وبطبيعة علاقة إيجابية مع تركيا ما تقييمك؟ نقطة مهمة جدا لكن أريد أن أقول إن المسار السعودي التركي وإن كانت العلاقات البينية لم تنقطع وكانت السعودية تبقي على شعرة معاوية وأن العلاقات تنقطع وتنطلق السعودية من أنها الدولة الأكبر إسلاميا والأكبر عربيا ففضلت عدم قطع العلاقات وإن تدهورت العلاقات إلى مستويات غير مرضية لكن في رأيي أن المملكة العربية السعودية كمراقب أرى أنها تعاملت بثقل ولدينا لدينا نقطة استفهام كبيرة جدا حول الانعطافات الحادة للرئيس أردوغان في تصفير علاقاته بعد أن كانت العلاقات في أسوأ حالاتها مع مع الدول الفاعلة في المنطقة سواء السعودية أو مصر أو الإمارات أو حتى إسرائيل أو أو أو, أو إيران رأينا أن الرئيس أردوغان يعني ان يعني التفت التفاته حاده جدا وغير من قضيه خلاف الى قضيه تواصل مع الرئيس الاسرائيلي مع رئيس الوزراء الاسرائيلي تبادل زيارات مع وسمو دوله الامارات استثمارات بمعنى ان هذه الانعطافات الحاده او الالتفاتات الحاده للرئيس اردوغان تثير علامه استفهام كبيره وتجعل عمليه الثقه تحتاج مزيد من الوقت حتى يتم البناء عليها مستقبلا من راقب الزياره التي قام بها الرئيس أردوغان وكانت هناك طلبات متكرره تكرار لكن تم جدولتها في العشر الأواخر من رمضان، هناك وفد مكون من 200 شخصيه مع فخامه الرئيس أردوغان رحب بهم، رأينا استقبال خادم الحرمين الشريفين وسمو استقبال كبير جدا للرئيس التركي، مما يعني أن هناك نيه وعزم على فتح صفحه جديده، والعلاقات تشهد انعطافا جديده، في اعتقادي أن الماضي كفيل بناء البناء على 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 المشتركات بنسيان الماضي هناك مصالح مشتركه كبيره جدا كانت قائمه اعتقد ان العوده اليها ربما الوقت يسمح بالعوده لكن على غير عجل خصوصا ان تركيا لديها انتخابات في العام القادم لا نعلم عن اختيارات الشعب التركي الشقيق فلذلك تفضل المجموعه ان تكون العلاقات مع تركيا كدوله بغض النظر عن النظام الذي يحكم او سيحكم في تركيا